جديد، أسعد الله صباحكم أحبتنا مشاهدين التلفزيون الأردني عبر يوم جديد. أولى فقراتنا مع الأستاذ والمعلم عماد كامل الصبيحي، وفقرة كالمعتاد مبادرات شبابية، لكن الآن راح نتحدث عن مبادرات بلواء الأغوار الشمالية وهاشتاغ تطوع. هذا العنوان الكبير اللي قام عليه عماد الصبيحي مؤسس تلك المبادرات، يعني هي ليست مبادرة واحدة لكن هي عدة مبادرات، راح يتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله. عماد أسعد الله صباحك. أسعد صباحكم بكل خير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. وبداية قبل ما نحكي عن تفصيلات المبادرات اللي بتقوموا فيها خصوصا اللي إلها علاقة بالحالة الجوية، نتحدث عن هاشتاغ تطوع بشكل عام ومجموعة المبادرات اللي بتقوموا فيها بالأغوار الشمالية. في البداية وجودي معكم شرف كبير لي. في البداية بدايتي كانت في 2012 وجدت فكرة، وهي فكرة عرض مبادرة داخل الأغوار الشمالية. الأغوار الشمالية كفكرة مبادرة آفة داخلة جديدة على هذا المجتمع. طرحت فكرة مبادرة وهي اسمها كسرة خبز. كان معي مجموعة من الشباب، والحمد لله الآن في عندنا مجموعة من الشباب. هاي أول مبادرة بالضبط لي أنا. في مجموعة تقريبا مجموعة من الشباب المثقفين بدرجة عالية من الثقافة، تقريبا اشتغلوا عليها كمؤسسين، والحمد لله رب العالمين في شباب لنا قادرين على والاستطاع المقدرة الكبيرة على القيام في هذا العمل كشكل تطوعي. أستاذ عماد، دائما إحنا نتحدث ممكن أنا ونسرين بما يتعلق بالمبادرات ولها حيز كبير بيوم جديد بما يتعلق بموضوع أنه ما بدنا نتوقف عند الحديث وأنه أطلقنا مبادرة، لأنه هذا الشيء بحاجة إلى ترجمة والعمل على يعني أرض الميدان بفكرة أو فكر المبادرات. يعني بدأتم بكسرة خبز وانتهيتم بهاشتاغ تطوع اللي هي المبادرة الأخيرة. أستاذ العزيز، الآن التطوع، فكرة التطوع هي حالة إنسانية، حالة إنسانية رفيعة جداً. الفكرة التطوع احنا اخذناها من خلال المسح الميداني للأسر المحتاجة العفيفة، للأسر اللي كان دخلنا عليهم في شهر رمضان المبارك. كان دخل بتذكر حالة من الأسر، كانت تقريبا عدد افراد أسرها سبع افراد من نفس العيلة، كانوا بيفطروا على اشياء بسيطة، لكن الحمد لله رب العالمين التطوع هي حالة إنسانية رائعة جدا. التطوع اشتغلنا في اكثر مبادرة، المتطوعين معي تقريبا اشتغلوا في عم نشوف الصور هلا في عدة مبادرات. نعم عم تنعرض. نعم اشتغل الشباب اللي معي متطوعين. انا التطوع معي فريقي تقريبا مفتوح، بنستقبل جميع الفئات العمريه، بنشتغل على عنصر اساسي هو عمليه اقناع المتطوع، جلب المتطوع للخوض في هذا العمل التطوعي. العمل التطوعي جدا رائع، انسانيه. قد ايه عدد المتطوعين معكم؟ مفتوح هذا العدد. نستقبل الاعمار، نستقبل جميع الاعمار، نستقبل جميع الافكار، بناخذ في افكارهم، ناخذ في نشاطاتهم. هاشتاغ تطوع هي دعم لجميع الحملات التطوعيه، لن ندرج تحت اسم اي مبادره، لن ندرج تحت اسم اي نشاط. لكم مقر كيف تتواصلوا؟ احنا بتقرروا انه هلا بدنا نطلق مبادره مثلا لانه الدنيا شتاء والاغوار غرقت. احنا الان في عندنا اكثر من حملات. احنا الان اول حمله اطلقناها هي حمله مدرستي اجمل بالوانها، اشتغلنا تقريبا على ثلاث مدارس. بعد الثلاث مدارس هذا مفتوح المدارس بالضبط. يعني احنا دائما احنا بنختار دائما النشاط اللي له اكثر بصمه داخل مجتمعنا، لانه واللي بيكون وقته كمان بالضبط. احنا دائما بنفكر للامد الابعد ان شاء الله، دائما داخل افكارنا دائما احنا بنختار النشاط الاقل كلفه ماديه، بنختار النشاط اللي الاكثر وضوحا الاكثر بصمه داخل مجتمعنا، دائما نتكاتف حتى يرتقي الاكثر فاعليه. بالضبط، وهذا ما نسعى عليه دائما داخل فريقنا. نعم. سابقى بهاشتاغ تطوع اخر نشاط او مبادره لكم خلال العشرة ايام الماضيه. بالزبط. بما يتعلق بالحاله الجويه، وكان في انجرافات بالسيول ومداهمه امطار للمنازل، وايضا في اضرار. بالزبط. نوعا ما. ودائما ندعو الله احبتنا ان تكون سقيا خير وسقيا رحمه لا سقيا عذاب. وفعلا كان في وقفة مجتمعية حقيقية بلواء الأغوار الشمالية تكاتف مع الجهات المعنية والبلديات. نعم. ذات الاختصاص. نعم. وقوفكم بهذا الشأن. أستاذ العزيز، احنا داخل فريقنا اطلقنا حملة على الفيس هو تشكيل فريق طوارئ. الان فريق الطوارئ تقريبا جمعنا تقريبا 25 شاب من داخل المنطقه، اخذوا على عاتقهم على محمل الجد والفزع الموجود بيناتهم انهم بيشتغلوا ليل ونهار مع اخواننا المتضررين.
عقب على حديثي أيضا، ساعدنا تقريبا أسر عفيفة من خلال الفاعلين الخير، الفزعة موجودة بين شبابنا، شبابنا متكاتفين جدا متعاطفين، روح التطوع موجودة بيناتهم، لكن بحاجة إلى تحفيز. إحنا مثل ما ذكرت لك إحنا بنشتغل على عنصر إقناع الشاب للدخول في العمل التطوعي، لأن حالة إنسانية رائعة جدا. والآن تحضيركم للشتاء، يعني كمان إحنا لسه الموسم بأوله، ويعني يقال إنه لسه رح يجينا ثلجات ورح يجي أمطار، يعني أمطار خير إن شاء الله تكون على الجميع. كيف تحضيراتكم الأسر المحتاجة؟ في مثلا ناس ما عندهاش سقف لبيتها، يعني هل مثلا بتقدموا مساعدات إنه تعملوا أسقف زينكو حتى أو أي شيء يحميهم يعني من البرد ومن تساقط الأمطار؟ صبات، حرامات، سجاجيد، هاي الحالة احنا اشتغلنا عليها كتوزيع أثاث للأسر المضطرة. لكن أنا أطلقت حملة داخل مدرسة عمر بن الخطاب توجد في كريمة الجنوبية، أخوك محتاجك. دخلت مع تكاتف زملائي اللي داخل المدرسة، بوجه لهم التحية، أخوك محتاجك، اللي عنده جاكيت زيادة داخل البيت بيجيبها. تحفيز الطالب من خلال استثماره، من خلال العلامات، تحفيزهم بالعطاء أكثر، تعليق أسمائهم على لوحة الشرف. الآن أنا عم بلبس الطالب المحتاج داخل المدرسة، 50-60 طالب، وإن شاء الله إحنا هذه الفكرة للأمد الأبعد إن شاء الله رح نشتغل عليها بإذن الله. سأعود إلى ما تحدثت به بأولى مبادراتك، سمات كسرة خبز. كان آلية عمل مبادرة كسرة خبز هو جمع يعني بقايا الخبز والعمل على بيعه على سبيل المثال، وثمنه يتم توظيفه وتوفيره للطلبة الغير مقتدرين، يعني ارتبط بهذا الشيء. لا، هي أستاذ العزيز، هي هو عنوان أخذنا عليه، هو عنوان بلمس الحالة المجتمعية اللي بنعيش إحنا، بلمس الواقع. لكن بدي أعقب على حديثي أيضا، أنا داخل المدرسة عملت على مشروع، هو مشروع تجميع بواقي الخبز. الآن بعد انتهاء الفرصة تقريبا بنجمع كميات الخبز، هذه الكميات من خلال بيعها نرصد مصروف لكل الطلاب المحتاجين داخل المدرسة. وهذا المشروع تقريبا صار له تقريبا 3 أشهر ماشي، والحمد لله رب العالمين في نجاح في تقدم في هذا المشروع إن شاء الله. مشاريعكم المستقبلية كمان غير اللي هلا عم تشتغلوا عليها بالمدارس كمان لمساعدة الطلبة بالبرد، إيش في عندكم مبادرات الآن من الآن عم بتجهزوا إلها وبتشتغلوا إحنا الآن السنة الجديدة 2016؟ إحنا الآن إحنا داخل هذا الفريق في عندنا رؤية مستقبلية. الرؤية المستقبلية بنجمع جميع المبادرات داخل مظلة واحدة. الآن التكاتف مطلوب، الجهود رائعة مطلوبة، بالنهاية نصل إلى بصمة مجتمعية حقيقية نرتقي في مجتمعنا. إحنا دائما انتظرونا قادمون في جميع الأعمال التطوعية. إحنا الآن راح نشرك في الخطة المستقبلية، راح نشرك ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الفريق، وإحنا على كامل استعداد في استقبال أخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة. عماد، كونه تحدثت عن موضوع التكاتف، وهذا بقودنا إلى موضوع التكافل الاجتماعي. وبالأيام الماضية فريق طوارئ من خلال الفريق العامل بالمبادرات وهاشتاج تطوع. الآن الفترة القادمة كما تحدثنا أنه الحالة الجوية وتحديدا الغوار الشمالية بدنا نركز عليها لأنه تضررت بكل مصداقية، شعرتم أنتم كمثقفين وأصحاب مبادرة ومن خلال فريق الطوارئ وتكاتفكم مع الأسر الموجودة أنه في قصور من الجهات ذات العلاقة على سبيل المثال، وحاولتم تعززوا هذا الموضوع، ولا كان في عتب من خلالكم فقط بهذا الشأن؟ أستاذ العزيز، أكون معك واضح وأتحدث لك بأكثر واقعية. الآن الحالة الكارثية اللي سقط فيها لواء الأغوار الشمالية كان هناك تقصير من بعض الجهات، لكن إحنا كمبادرة شبيه أخذنا اللعبة الأكبر على محمل الجد على أكتافنا، لا ننظر إلى الخلف، ننظر دائما إلى الأمام. في أسر محتاجتنا دائما نلبي أي محتاج في داخل الأغوار أو خارج الأغوار في تقديم المساعدة بسبل متاحة لنا، في سبل بسيطة جدا. دائما إحنا متواجدين، لا ننظر للخلف، ننظر للإمام دائما، ودائما إحنا نعمل هاشتاج قادمون انتظرونا بكل ما هو جديد إن شاء الله. هاشتاج قادمون انتظرونا بإذن الله. تطوع كل التوفيق. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك عماد صبيحي، رئيس مجموعة المبادرات وهاشتاج تطوع بالأغوار الشمالية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.